قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد افتقدتكم في المرة الماضية، لعل ربنا عز وجل يجمعنا بكم دائما على خير. كنا قد وقفنا عند نواصب المضارع، بقي لنا درسان وننتهي إن شاء الله تعالى من هذا المنهج. معنا نواصب المضارع، ومعنا فصل صغير فيما يتعلق بالأمثلة الخمسة، ثم بعد ذلك يأتي جوازم المضارع، ثم يأتي بعده المبنيات، وبه يتم هذا المنهج. بعد أن تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن الأسماء وبسط القول فيها، دخل فيما يتعلق بالأفعال، فبدأ بنواصب المضارع. قال رحمه الله تعالى: وحق أن نشرح شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم. فينصب الفعل السليم أنولا، وكي وكيما ولكي لا وإذا. هذه رواية، وفي بعض الروايات وكي وكيما ثم حتى وإذا، وحتى سيأتي ذكرها في يعني بعدها تقريبا أربعة أبيات، فهذه رواية أحسن. وكي وكيما ولكي لا وإذا، وفي بعض الروايات غير ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: واللام حين تبتدي بالكسر، وهي إذا فكرت لام الجر أو تبتدى. والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي. وفي جواب ليت لي وهل فتى، وأين مغداك وأنا ومتى. مغداك بالدال. والواو إن جاءت بمعنى الجمع في طلب المأمور أو في المنع. وتنصب الفعل بأو حتى، وكل ذا أودع كتبا شتى. تقول أبغي يا فتى أن تذهبا، ولن أزال قائما أو تركبا. وجئت كي توليني الكرامة، وسرت حتى أدخل اليمامة. واقتبس العلم لكيما تكرما، وعاص أسباب الهوى لتسلما. ولا تمار جاهلا فتتعبا، وما عليك عتبه فتعتبا. عتبه فتعتبا. وهل صديق مخلص فأقصده، وليت لي كنز الغنى فأرفده. وزر فتلتذى بأصناف القرى، ولا تخاصم وتسيء المحضرا. ومن يقل إني سأغشى حرمك، فقل له إني إذا أحترمك. وقل له في العرض يا هذا ألا، تنزل عندي فتصيب مأكلا. فهذه نواصب الأفعال، مثلتها فحذو على تمثالي. وإن تكن خاتمة الفعل ألف، فهي على سكونها لا تختلف. تقول لن يرضى أبو السعود حتى يرى نتائج الوعود. هذه أبياتنا التي معنا في هذا اليوم، بدأ الناظم رحمه الله تعالى فيها بذكر النواصب، ثم مثل لها
ثم ذكر ما يتعلق بالفعل المضارع المختوم بالألف. أولا نواصب المضارع. الفعل المضارع قد سبق أنه معرب في الغالب، فالأفعال عندنا ثلاثة: ماض وأمر، وهما مبنيان، والمضارع وهو المعرب الوحيد، فيعرب غالبا ما لم يتصل بآخره نون النسوة أو نون التوكيد. فإذا اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد بنية، يبنى مع نون النسوة على إيه؟ على السكون، يكتبنا، ويبنى مع نون التوكيد على الفتح، لينبذن، الذال مفتوح. وفيما عدا ذلك يعرب، فيعرب أو فيرفع إذا لم يتصل أو إذا لم يسبقه ناصب أو جازم، يرفع إذا لم يسبقه ناصب أو جازم، وينصب إذا سبقه ناصب من النواصب التي سنذكرها إن شاء الله، ويجزم إذا سبق بجازم من الجوازم التي سنذكرها. إذن فيبنى إذا اتصل به إحدى النونين، ويرفع إذا لم يسبقه ناصب أو جازم، وينصب إذا سبقه ناصب، ويجزم إذا سبقه جازم. ما النواصب التي تنصب المضارع؟ النواصب التي تنصب المضارع 4 عند البصريين و10 عند الكوفيين. وعلى مذهب الكوفيين سار الناظم رحمه الله تعالى، وعلى مذهب البصريين سار الشارح. فأما عند البصريين فالنواصب أن ولن وكي وإذن، هذه 4 فقط. وأما الكوفيون فإنهم يوسعون الأمر فيذكرون 4 الماضية: أن ولن وكي وإذن، ويضيفون إليها لام التعليل، ويدخل في لام التعليل لام العاقبة، أو أيضا إذا جاءت بمعنى الدعاء، ويدخل لام التعليل أو أيضا العاقبة. أيضا مما يدخل في النواصب عند الكوفيين لام الجحود أيضا، فاء الجزاء وواو المعية، أو وحتى، أظن بهذا تمت 10. يبقى اللام عندنا لامان: لام التعليل ولام الجحود، هذان ناصبان، وواو المعية وفاء السببية، هذان ناصبان، وأو وحتى، هذه 6 تضاف إلى 4 الماضية فتصير 10. قال الناظم رحمه الله تعالى: وحق، يعني وجب أن نشرح شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم. وجب علينا بعد الفراغ من الحديث عن الأسماء أن ندخل فيما يتعلق بالأفعال، وخص بالذكر المضارع لأنه المعرب الوحيد، فبدأ يتكلم عن نواصبه وجوازمه. قال: وينصب أو تنصب الفعل السليم أن ولن. السليم يعني الصحيح، وهذا القيد يعني ممكن يقال حشو، يعني ليس مهما فيما يتعلق بالكلام، وذلك أن الفعل المضارع ينصب بأن ولن وهذه النواصب على كل حال، سواء أكان صحيحا أم معتلا، لكن الحركة تظهر عليه إذا كان صحيح الآخر أو كان مختوما بالواو أو الياء. فإذا كان مختوما بأي حرف من أحرف الهجاء ما عدا الألف فإن الفتحة تظهر عليه لخفتها. فإذا ختم بالألف خصوصا لم تظهر الحركة، لأنه حينئذ يتعذر ظهورها،
فمعنى قوله السليم يعني الذي لم يختم بالألف، فإذا ختم بالألف لم تظهر عليه علامة النصب، ويكون منصوبا أيضا لكن علامة نصبه مقدرة منع من ظهورها التعذر. يعني مثلا لن أدعو غير الله، الفتحة ظهرت لخفتها. لن أمشي في منكر، فالفتحة أيضا ظهرت هنا لخفتها. لن أنسى حق الله علي، يبقى هنا أنسى لم تظهر الفتحة، وذلك للتعذر. وليس معنى عدم ظهورها أنه غير منصوب، لا، بل هو منصوب، وهو الناظم رحمه الله تعالى سيذكر ذلك في آخر الباب. يقول: وتنصب الفعل السليم أن، هذه أول النواصب، وعلامات النصب سبق معنا أنها أن العلامة الأصلية هي الفتحة للنصب، والعلامة الثانية هي حذف النون، حذف النون إذا كان من الأمثلة الخمسة، يعني اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. إذا كان الفعل المضارع متصلا بواحد من هذه الثلاثة فإن علامة نصبه تكون حذف النون، وإذا كان معتل الآخر بالواو أو الياء ظهرت الفتحة، وإذا كان معتل الآخر بالألف لم تظهر للتعذر. هاتان العلامتان أو هاتان علامة النصب اللتان تأتيان في المضارع. يقول: فتنصب أو وتنصب الفعل السليم أن، كقول الله تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، أن يخفف، نصب الفعل هنا بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهذه أو هذا الحرف هو يعني أم هذا الباب، يعني هو الناصب الأساسي، هو العمدة في هذا الباب. أن، قال الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. تصوموا هنا منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، أصل تصومون لأنه من الأمثلة الخمسة، وذلك لأنه فعل مضارع متصل بواو الجمع. والفعل ينصب بأن إذا لم يسبق بعلم أو ظن، فإذا سبق بعلم وجب رفعه بعد أن، وتكون أن هنا ليست ناصبة، تكون مخففة من الثقيلة. وإذا سبق بظن جاز أن ينصب المضارع بها، وجاز أن يرفع على أنها مخففة من الثقيلة. إذا سبقت بعلم كقول الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، فلم يقل علم أن سيكون كما هو المتبادر. لماذا؟ لأن المعنى علم أنه سيكون منكم مرضى، فأن هنا مخففة من الثقيلة، أصلها أن، واسمها ضمير الشأن محذوف أنه، هذه الهاء، سيكون منكم مرضى، هذه الجملة جملة الخبر، خبر أن، فإذا سبقت أن بعلم أو يقين أو ما فيه هذا المعنى وجب أن يرفع المضارع حينئذ بعد أن، وإذا سبقت بظن جاز الرفع والنصب. من الأمثلة أيضا التي فيها سبق أن بعلم قول الله تبارك وتعالى: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. أنا قلت أن لا حتى أميز أصل الكلام، هي ليست مكتوبة هكذا، ألا يرجع إليهم قولا. لماذا رفع هنا؟ لأنه مسبوق بعلم، يرون يعني يعلمون، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، فلما سبقت بعلم وجب رفع المضارع بعد أن،
يعني أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا. ومنه أيضا قول الله تبارك وتعالى مما سبق بعلم: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ييأس بمعنى يتيقن. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء، يعني أنه لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فأن في هذه الحال مخففة من الثقيلة، والمضارع بعدها مرفوع لأنها يعني ليست ناصبة. وإن سبق بظن جاز النصب والرفع، والنصب مقدم. وبالوجهين جاء قول الله تبارك وتعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة، وقرئ وحسبوا ألا تكونوا فتنة، هاتان قراءتان متواترتان. في القراءة قراءتنا وردت بالنصب على أن أن هنا ناصبة للمضارع، والقراءة الأخرى جاءت على أن أن هنا ليست ناصبة وإنما هي مخففة من الثقيلة. وحسبوا أنه لا تكون فتنة. وورد قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا بالنصب فقط، فدل هذا على أن النصب مقدم. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا، يتركوا هنا منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، ولو كان مرفوعا لقال يتركون ولم تأتي قراءة هكذا. وأن هنا أن اللي هي الناصبة للمضارع حرف مصدري ونصب واستقبال. مصدري يعني أنه يؤول مع ما بعده بمصدر، فقول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، يعني وصومكم خير لكم. وقوله: يريد الله أن يخفف عنكم، يعني التخفيف، يريد الله التخفيف عنكم. وقوله: والله يريد أن يتوب عليكم، يعني يريد التوبة عليكم. فأن حرف مصدري بمعنى أنه يؤول مع ما بعده بمصدر. وحرف نصب، وهذا دوره وهذه وظيفته التي يقوم بها وهي التي من أجلها عقد هذا الباب. واستقبال بمعنى أن الفعل المضارع بعده يأتي مستقبلا ولا يأتي للحال. الناصب الثاني هو لن. أن ولن، لن تنصب الفعل المضارع، وهي حرف نفي ونصب واستقبال، تفيد النفي وتفيد النصب أيضا، هذا من حيث الوظيفة. والاستقبال فمدخولها هو الفعل المضارع بعدها مستقبل. ولن لا تفيد تأبيد النفي كما زعم بعض أهل البدع، يعني أرادوا أن يقولوا إن الله سبحانه وتعالى يعني تستحيل رؤيته في الآخرة أبدا، فاعتمدوا على قول الله تعالى: لن تراني، قال لن تراني، فقالوا إن لن هنا للتأبيد، وهذا الكلام غير صحيح، فإن أهل اللغة قالوا إن لن لا تفيد التأبيد وإنما تفيد النفي في المستقبل. أن ولن وكي، وكي حرف يأتي للتعليل وينصب الفعل المضارع، فإذا سبقت باللام فهذه اللام، يعني مثلا لكي، إذا سبقت كي باللام فهذه اللام حرف جر، وكي حرف نصب واستقبال. أتيتك لكي تكرمني، اللام دي حرف جر، وكي ناصبة للمضارع، وتكرمني هذا منصوب بكي، وعلامة نصبه علامة نصبه تكرمه
الفتح، فتحة الظاهرة. لكي تكرمني، والأصل الكلام، أتيت لإكرامك إياي أو لإكرامك لي. فاللام دخلت على المصدر المؤول من كي وما دخلت عليه. وكي أحيانا يأتي بعدها أن، كي أحيانا يأتي بعدها أن، كما ورد في بعض الأبيات: أردت لكي ما أن تطير بقربتي فتتركها شنا ببيداء بالقاع. المقصود أن جاءت بعد كي أن وظهرت في الكلام، فإذا جاءت كي وبعدها أن كانت الناصبة كي ولا أن؟ أن طبعا، لأن أن هي أم الباب، وكي تكون حرف جر تجر المصدر المؤول، وذلك لأن كي في بعض استعمالاتها تأتي حرف جر. فكي إذا جاء بعدها أن فأن هي الناصبة، وكي جارة للمصدر المؤول. وإذا سبقت كي بأن باللام فكي تكون هي الناصبة واللام جارة للمصدر المؤول. المقصود أن كي ناصبة للمضارع غالبا. قال الله تبارك وتعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كي لا يكون، ووجود لا بعدها لا يمنعها من العمل، كما أن سبقها باللام لا يمنعها من العمل، ووجود ما بعدها لا يمنعها من العمل. فهذه الصور كلها محتملة، وعمل كي معها وارد. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى: وكي وكيما ولكيلا، يعني على أي صورة من الصور تعمل النصب. ففي بعض الأبواب ترى ما حينما تدخل تكف ما قبلها عن العمل، يعني مثلا إن إذا جاء بعدها ما أحيانا كثيرة تكفها عن العمل، أو تكفها إنما توعدون، إنما الله إله واحد مثلا، إنما الله إله واحد، إن هنا لم تعد ناصبة لاسمها ورافعة لخبرها، كفت عن العمل بإيه؟ بما. لكن في هذا الباب كي إذا دخلت على ما لا تمنعها من العمل. وكي وكيما ولكيلا، وإذا لكيلا تأسوا على ما فاتكم. اللام حرف جر، وكي ناصبة للمضارع، ولا حرف نفي، تأسوا منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، يعني لعدم أسوكم وعدم حزنكم على ما فاتكم. فاللام جرت المصدر المؤول، وكي نصبت الفعل المضارع. وكي وكيما ولكيلا وإذا، إذا هذا الناصب المضارع من نواصب المضارع، هذا الناصب الرابع من نواصب المضارع. وشرط عمله النصب أن يتصدر الجملة، وأن يتصل بالفعل المضارع، وأن يكون المضارع بعده مستقبلا. هذه شروط ثلاثة: أن يتصدر الجملة يعني جملة الجواب، وأن يكون متصلا بالمضارع، وأن يكون مستقبلا يعني يكون فعل المضارع مستقبلا. فإذا قال لك رجل: إنني سأزورك غدا، فتقول له: إذن أكرمك. إذن أكرمك هذه جملة جواب، جواب إيه؟ جواب قول القائل، قائل قال سأزورك غدا، فأنت تجيب عليه وتقول له: إذن أكرمك. هذه الجملة إذا تصدرت فيها إذن، واتصلت بالفعل المضارع، وكان الفعل المضارع بعدها مستقبلا، فهذا الإكرام سيحصل في المستقبل، حينئذ تعمل إذن. فهذه الشروط. وأمثلة الناظم رحمه الله تعالى ستأتي بعد قليل. يقول: وإذا، ثم قال: واللام إن جاءت واللام حين تبتدي بالكسر، وهي إذا فكرت لام الجر. اللام لام التعليل أيضا تنصب الفعل المضارع عند الكوفيين،
وينصب المضارع بعدها بأن مضمرة جوازا عند البصريين، وأن هذه لا يلزم خفاؤها بل قد تظهر، كما في قوله تعالى: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. اللام هنا لام التعليل، لأن وبعدها أن ظهرت، أكون منصوب بأن، وهذه اللام تجر المصدر المؤول، لكن قد لا تظهر، كما في قوله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فالكوفيون يقولون أن اللام هي الناصبة للمضارع مباشرة، والبصريون يقولون أن اللام هذه ليست ناصبة للمضارع، وإنما الفعل مضمر، وإنما الفعل بعدها منصوب بأن مضمرة جوازا. هذا الناصب الخامس عند الكوفيين. السادس: لام الجحود، وهي المسبوقة بكون ناقص ماض منفي، بكون يعني كان أو يكن، وهي المسبوقة بكون ناقص يعني كان الناقصة التي ترفع وتنصب، ليست كان التامة التي تكتفي بمرفوعها. ماض يعني ماضي في المعنى، سواء كان أو لم يكن، تدخل عليه لم التي تقلب زمانه فتجعله بعد أن كان مضارعا ينقلب زمانه إلى الماضي. يعني إذا قلت آتيك غدا، هذا مضارع، دخلت عليه لم يبقى في الماضي. لم آتك يعني أمسي، فلم إذا دخلت تقلب زمان المضارع فتجعله يعني ماضيا. فكان يعني هو اللام، لام الجحود المسبوقة بكون ناقص ماض يعني ماضي، فعل ماضي أو مسبوق بلم، مضارع مسبوق بلم. منفي يعني ما كان، لم يكن، وما أشبه ذلك، كقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم، هذه لم تسمى لام الجحود، والجحود هنا بمعنى النفي، يعني مطلق النفي، ليست يعني بالمعنى الاصطلاحي المعروف. وما كان الله ليعذبهم، ما أو كان هنا يعني كونه ماضي منفي ناقص، ماضي كان وناقص كان الله ليعذبهم، جملة ليعذبهم في محل نصب خبر كان، منفي مسبوق بما. فهذه الشروط كلها موجودة هنا، وعلى هذا هذه اللام ناصبة للمضارع عند الكوفيين، والفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعدها عند البصريين. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. يكن هنا هذا كون ناقص، يكن الله ليغفر، يبقى عاملة ترفع اسمها وتنصب جملة الخبر. ماض لأنه سبق بلم، منفي لأن لم النافية دخلت عليه. فيغفر هنا منصوب باللام عند الكوفيين بلام الجحود، وبأن مضمرة وجوبا عند البصريين. الناصب السابع، ممكن نؤخر الفاء وأو الفاء والواو، نقول الناصب السابع: حتى تنصب المضارعة عند الكوفيين، وينصب بأن مضمرة وجوبا بعدها عند البصريين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما،
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني إلى أن تفيء إلى أمر الله، قاتلوها إلى أن تفيء. فحتى هنا نصبت الفعل المضارع أو نصب بعدها بأن مضمرة وجوبا، تفيء منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا، يعني لينفضوا، يبقى حتى هنا تعليلية جاءت بمعنى التعليل، يعني لا تنفقوا عليهم لينفضوا. حتى هنا نصبت الفعل المضارع، الفعل المضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، حتى ينفضوا، أصله ينفضون. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وشرط عملها أن يكون المضارع بعدها مستقبلا، يعني مستقبلا في المعنى، سواء مستقبلا في الزمان، يعني دلوقتي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، هذا كلام يعني لنا في المستقبل، إذا حصل ذلك فافعلوا هكذا في المستقبل، أو مستقبل بالنسبة لزمن التكلم، يعني وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله مستقبل بالنسبة للزلزلة، الزلزلة وقول الرسول أو الزلزلة متقدمة، ثم جاء بعد ذلك قول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، فهو مستقبل بالنسبة لما قبله. أو هذا الناصب الثامن، وهي تأتي بمعنى إلى أن أو إلا أن. إلى أن يعني غائية، كحتى تقول لألزمنك أو تقضيني ديني، يعني يقول الرجل لغريمه الذي يماطل في سداد الدين، يقول له لألزمنك أو تقضيني ديني، يعني إلى أن تقضيني ديني أو إلا أن تقضيني ديني فأتركك. يبقى هنا هذا المثال يصلح لهذين المعنيين، إلى أن أو إلا أن. قال الشاعر لأستسهلن الصعب أو أبلغ المنى، يعني إلى أن أبلغ المنى، لأستسهلن الصعب أو أبلغ المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. فهنا أو نصبت الفعل المضارع على قول البصريين، على قول الكوفيين، ونصب بعدها أو نصب بأن مضمرة وجوبا عند البصريين. لأقتلن الكافر أو يسلم، يعني إلا أن يسلم فلا أقتله. النصب الثامن التاسع هو فاء السببية، وفاء السببية تنصب المضارع عند الكوفيين أو ينصب بعدها بأن مضمرة وجوبا عند البصريين، بشرط أن تسبق بنفي محض أو طلب محض، بطلب أو نفي محض. الطلب أنواع، الأمر والنهي والعرض والتحضيض والاستفهام والتمني، كل هذه من أنواع الطلب. والنفي المحض معناه أنه لم ينتقض باستثناء، يعني نفي النفي، النفي النفي أو الاستثناء من النفي إثبات. فهو يقول إن شرط النفي الذي تسبق به الفاء ألا يأتي بعده استثناء، يظل النفي كما هو ولا يستثنى منه شيء ولا ينتقض هذا النفي بأي إثبات. فشرط نصب فاء السببية أن تسبق بطلب
أو نفي محض. وجمعها بعضهم، يعني هذه الأشياء التي ينصب المضارع بعدها بعد فاء السببية، بقوله مر وانهى وادع، أو مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. هذه الأشياء التي ينصب أو تنصب الفاء بعدها، مر يعني إذا سبقت الفاء بأمر، وادع إذا سبقت الفاء بدعاء، وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. هذه الأنواع هي التي إذا سبقت بها الفاء نصبت. وذكر الشارح رحمه الله تعالى أمثلة لهذا، وهذا الشرط يعني مشترك بين الفاء وبين واو المعية، فلا بد حتى تعمل الفاء أو واو المعية النصب فيما بعدها أن تسبق بواحد من هذين، إما العرض إما الطلب أو النفي، فهما مشتركان في هذا الشرط. قال الناظم رحمه الله تعالى: والفاء إن جاءت جواب النهي كقوله الله سبحانه وتعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، يعني فيتسبب الطغيان في حلول الغضب، فالفاء هذه فاء السببية. ولا تطغوا فيه، سبقت الفاء هنا بنهي، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، يحل منصوب بفاء السببية عند الكوفيين أو بأن مضمرة وجوبا عند البصريين. قال الله سبحانه وتعالى لآدم وزوجه: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، يعني فيتسبب على أكلكما أو قربانكما هذه الشجرة يعني أن تكونا من الظالمين. فتكونا هنا منصوب بفاء السببية على مذهب الكوفيين، وعلامة النصب حذف النون، فتكونان، فتكونا حذفت النون. قال الله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل نهي، فتقعد يعني مضارع منصوب بعد فاء السببية. وكذلك واو المعية، قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لما حرف نفي، فسبقت مثلا لا، هنا ده مثال النفي ليس مثالا للنهي. النهي مثلا مثل واو المعي، لو حد أمامه الكتاب لا تأكل. طيب خلاص، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا تأكل هنا نهي، وتشرب هذه واو المعي، وتشرب منصوب بعدها، يعني لا يكن منك اجتماع هذين الأمرين معا. فالواو هنا واو المعي، يعني النهي هنا عن اجتماعهما، لكن إذا شرب اللبن وحده فلا حرج، وإذا أكل السمك وحده فلا حرج. هذا الذي يترتب على النصب بواو المعي، وإلا فالرفع له معنى آخر والجزم له معنى آخر. ثم يقول إيه: مر وادع وانهى وسل. احنا بدأنا بالنهي. طيب، الأمر أيضا إذا سبقت الفاء بأمر نصبت المضارع الذي بعدها، مثلا كقول الشاعر: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح. هذا الشاعر يحث ناقته على السير إلى ممدوحه الذي سيعطيه ويجزل له العطاء.
فيقول لها سيري عنقا فسيحا، يا ناق سيري عنقا. أمرها إلى سليمان فنستريح. فالفاء هنا فاء السببية، يعني فيترتب على وصولنا إليه الراحة. ونستريح هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. قول الشاعر: فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني. فقلت ادعي وأدعو، يعني ليكن مني منك دعاء ومني دعاء معك، يعني فإن أندى لصوت أن ينادي داعيان، أقوى للصوت أن ينادي اثنان معا. المقصود أدعو وأدعو، إن واو المعية هنا عطفت أو نصبت المضارع بعدها لأنها مسبوقة بأمر، وعلى هذا ما يأتي بعده من الأمثلة. مر وادعو، كذلك الدعاء إذا سبقت الفاء بدعاء أو بأمر أو نهي أو تمني، تمني مثلا كقولهم أو كقول الله تعالى على لسان المنافقين: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يعني فيترتب على وجودي معهم الفوز. يا ليتني، هذا تمن، فأفوز سبقت الفاء بالتمني فنصبت المضارع. قال الله سبحانه وتعالى: في سورة الأنعام: وهم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ليتنا نرد ولا نكذب، فالواو هنا واو المعية سبقت بتمن. وكذلك الاستفهام إذا سبقت الفاء بالاستفهام: قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. أعجزت، هذا استفهام يراد به التحسر والتندم، فأواري هذا منصوب بفاء السببية بعد الاستفهام. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فيشفعوا منصوب بعد فاء السببية المسبوقة باستفهام. والمقصود أن فاء السببية وواو المعية متى سبقتا بطلب محض، بطلب أو نفي محض، نصب الفعل المضارع بعدهما على مذهب الكوفيين، أو نصب بأن مضمرة وجوبا عند البصريين. وهذه الأمثلة كثيرة، منها مثلا قول الشاعر: أتبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت منك بليلة الملسوع. أتبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت منك بليلة الملسوع، هنا واو المعية سبقت بإيه؟ باستفهام. مثلا: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، وتأتي منصوب بواو المعية المسبوقة بنهي. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. في سورة فاطر يقول الله سبحانه وتعالى عن أهل النار، يقول إيه؟ ربنا، هم يصطرخون فيها: ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير، لا ليست هذه. المقصود إن الأمثلة في هذا كثيرة في هذين البابين. فمتى سبق المضارع، يعني متى سبقت فاء السببية أو واو المعية بالطلب المحض أو النفي المحض، وجب نصب المضارع بعدهما. أتأمرون وتنسون،
قد يدخل إذا كانت الواو هنا واو المعية، قد يدخل، بس وتنسون ده مرفوع. لو كانت يعني من هذا الباب كان نصب، لا لا تدخل، لا لا تدخل. ثبوت النون لو كان منصوبا، لو كان من هذا الباب كان قال وتنسوا. لا تأمرون وتنسون هنا معطوف. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وتنصب الفعل السليم أن ولن وكي وكيما ولكيلا وإذا، واللام حين تبتدي بالكسر أو تبتدأ، وهي إذا فكرت لام الجر. ثم قال: والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي، العرض مثلا كقولك أو كقول الشاعر: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. تبصر منصوب فاء السببية المسبوقة بالعرض. والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي، وفي جواب ليت لي، يعني في جواب التمني، وهل فتى في جواب، وهل فتى يعني في جواب الاستفهام، وأين مغداك، مغداك يعني أين تغدو في هذا الصباح من الغدو، وأين مغداك استفهام أيضا، وأن ومتى، كل هذه صور من صور الاستفهام. والواو إن جاءت بمعنى الجمع يعني واو المعية في طلب المأمور أو في المنع، تصر على الطلب والمنع، وليس الأمر كذلك بل هو عام إذا سبقت الواو بطلب أو نفي محض. ثم قال: وتنصب الفعل بأو وحتى وكل ذا أودع كتبا شتى، يعني هذه النواصب كانت متفرقة في الكتب ثم جمعتها لك، لأن الناظم رحمه الله تعالى من أوائل من نظم في علم النحو، هو رائد في هذا الباب، فلهذا يعني هذا عمل جليل وجزاه الله خيرا رحمه الله تعالى. ثم مثل بأمثلة لهذا الذي قاله فقال: تقول أبغي يا فتى أن تذهب، أن تذهب نصب تذهب بأن، طيب الألف اللي جاءت في الآخر دين لماذا أتت؟ هذه يسمونها ألف الإطلاق، إطلاق يعني لأجل أن تكون القافية مطلقة يعني فيها مد، وهذا يعني مطلوب في الشعر، يكون في آخره ألف مثلا أو واو أو ياء تساعد على الترنم والنغم. فالمقصود أن الألف هذه ألف الإطلاق، والفعل المضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ولن أزال قائما، لن أزال، أزال منصوب بلن، أو تركب يعني إلا أن تركب فلا أقوم، أو نصبت هنا الفعل المضارع وتركبه فعل مضارع منصوب بأو وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وجئت كي توليني الكرامة، كي توليني، توليا منصوب بكي، وسرت حتى أدخل، أدخل نصب به حتى اليمامة، واقتبس العلم لكي ما تكرما، تكرم منصوب بكي ولم تمنعها ما عن العمل، وعاصي أسباب الهوى لتسلم، لم هنا لم التعليل، وتسلم منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة والألف للإطلاق، ولا تماري جاهلا فتتعب، فاء السببية، وتماري لا تماري مسبوق بنهي، ولا تماري جاهلا فتتعب، وما عليك عتبه، العتب مصدر، عتب هنا مبتدأ مؤخر، وما عليك عتبه فتعتب، يعني ليس يلزمك أن تعاتبه فتعاتب على ترك عتابه،
هذا المقصود الله أعلم. وهل صديق مخلص فأقصده؟ يبقى الفاء هنا سبقت باستفهام، هل صديق مخلص فأقصده؟ ثم التمني، وليت لي كنز الغنى فأرفده، يعني أعطيه وأمنحه. وبعدين وزر فتلتذ بأصناف القرى، مسبوق بالأمر، وزر فتلتذ بأصناف القرى ولا تخاصم وتسيء، يبقى واو المعية المسبوقة بنهي، ولا تخاصم وتسيء المحضرة، ومن يقل إني سأغشى حرمك يعني أزورك، والله تعالى أعلم. ومن يقل إني سأغشى حرمك فقل له إني إذن أحترمك، إني إذن. لكن هذا الكلام فيه نظر، وذلك لأن من شروط عمل إذن أن تتصدر، وإذا سبقت بإني فليست متصدرة، فحينئذ يجب رفع المضارع بعده، يعني أحترمك. ما جاء يعني من هذا الباب منصوبا فضرورة أو شاذ أو نحو ذلك. ثم قال وقل له في العرض يا هذا ألا تنزل عندي فتصيب مأكلة، هنا الفاء فتصيب مسبوقة بالعرض، ألا تنزل عندي فتصيب، نعم فأسب. فهذه نواصب الأفعال مثلتها فاحذو على تمثالي، يعني سر على هذا النهج. وإن تكن خاتمة الفعل ألف فهي على سكونها لا تختلف، أصل الكلام وإن تكن خاتمة الفعل ألفا، خاتمة اسم تكن، ألفا خبر تكن، فلم يقل ألفا لأجل الوزن. وهذه أيضا لهجة بعض العرب، يقفون بالسكون مطلقا، يعني سواء في الرفع أم في النصب أم في الجر. فهي على سكونها لا تختلف، يعني رفعا ونصبا لا تظهر الحركة، وفي الجزم تحذف الألف. تقول لن يرضى، يرضى هنا منصوب وعلامة النصب فتح المقدرة، منع من ظهورها التعذر. أبو السعودي حتى يرى، يرى منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، حتى يرى نتائج الوعود. طيب مثلا إذا مر بك مثل قول الله تعالى وأن يستعففن خير لهن، يستعففن هنا منصوب ولا وعلامة نصبه إيه؟ إيه رأيك يا شباب؟ صحيح، يبقى هنا هذا ليس منصوبا، نقول هذا مبني، بل الفعل المضارع إذا اتصل بآخره نون النسوة بنية، وكذا إذا اتصل به نون التوكيد، فلا نقول هنا أنه هو منصوب ولم تنصب مثلا فتحة، هذا يعني من الاختبارات التي تظهر التركيز. هيبقى في محل النصب، يبقى مبني على السكون في محل نصب، هو له محل من الإعراب، لكن لا نقول منصوب، لأن منصوب يبقى معرب. طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، الحمد لله تعالى أولا وآخرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هنا زائدة ولا زائدة؟ ما زائدة. ما زائدة؟ إن شاء الله، جزاك الله خير.